Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire les petits fours à la noix de coco. C'est un gâteau ça qui est très léger. Bien sûr, les gens aiment la noix de coco, je sais qu'il y a du bon avec le gâteau. Alors, je vous montre les ingrédients. On a 125 g de la margarine. On a la margarine de vous, vous devez être très bien. On a pincée de sel. On a 50 g de sucre glace. On a une cuillère à dessert la vanille. On a le zeste du citron. Le zeste du citron avec la noix de coco, il met un bon goût. On a la levure chimique, on a une pincée. تاع لا لوفور كيميكا وعندي حبه بيض وعندي 65 غرام تاع لا نوات كوكو وهنا الفارينه عندي 160 غرام تاع الفارينه الوغ نبداو في لا روسيت تاعنا حاجه سهله هنا نبداو توجو نديرو ان كريماج الوغ نبدا نطريق باللا مارغارين تاعي فوالا هنا نحط سكر غلاس بيان سور عندي هنايا لي سوريس كونفيت هنا بور لا ديكوراسيون Bien sûr, le sucre glace, là, ça me sert le roi. Dans le chouïa, je mets un lit à sucre glace. On a l'aise de mettre toutes les parois. Entre-temps, on met les habits de Diane. On met les parois. Voilà, on a besoin de faire un bon crémage. Pour que les petits fours soient comme ça, ils sont faits. On va mettre un peu de batteur. Voilà, on a un récipient. 160 g de farine. On a la noix de coco, les qu'on a 160 g. Une zite, je vois. On a un hagda. On a la smrefa, la kawa, la levure chimique. Voilà, on a un autre. نبدأ نخليهم دو كوتي هنا نحط لافاني وزيت دو سيترون نديرو ان زيت دو سيترون قلت لكم لو زيت دو سيترون يجي بنين مع لا نوا دو كوكو بيان سور نزيد لها بانسي دو سيل نخلط شويه فوالا دوك نحط لي زانغريديون سيك مع الخطا انا نخلطهم بلا بروميير فيتاس دوك هنا ما نستعملش لو باتور نكمل بلا ماريس Voilà, chauffe. Là, il y a la pâte à l'étifo. Ça va être un bizarre frif. Voilà. هنا رحت لو سيترون مع لا نوا دو كوكو فوالا هنا نحكم لو بلاطو تاعي فوالا هنا نحكم لا بوشا دوي شوفوا دو بريفيرونس تعملوا لا بوشا دوي لي جو اون تيسو ولا اون سيليكون ما تستعملوش لا بوشا دوي جوتابل سينو يطلقوا لكم لا بات تاعي تاع لي بتي فور انا حنستعمل هاد لادويا دي فاصون في لا فيديو نحط لكم لا فوتو تاع هاد لادويا هي دو بريفيرونس ما تعملوش لا بوشا دو تاعكم باش يجيكم ساهل كي تفاصونيوها تقدروا ما ديروش باتي كويسون باسكو فيها لا كونتيتي تاع لو غرام ليها
انا لي بتي فور تاعي نديرهم هكذا. بسم الله. فوالا نحطها على زوج ونحطها هكذا. فوالا فوالا دوك نكملهم كامل هكذا. الوغ شوفوا هنايا قبل ما ندخل لو بلاطو تاعي للفور، نحكم لو بلاطو تاعي نحطو في الفريجيدار، نخليها تريح او موان نص ساعه باش لي بتي فور تاعي ما يديفورماش، يشدوا لا فون تاعهم. الوغ دوك نديرها فريجيدار، نخليها تريح نص ساعه. انا نكون شعلت لو فور تاعي 180 دوغري، طون دو كويسون ماكسيموم من 10 دقائق حتى 15 دقيقه. خلوهم بيان يتحمروا لكم باش يجيكم بنانه. الوغ كيما قلت لكم انا دوك نديرها فريجيدار تريح نص ساعه، ومن بعد نجبدها فريجيدار ونديرها في الفور ونطيبها. وان شاء الله تشوفوا معنا لي بتي فور على نوا دو كوكو. فوالا شوفوا لي بتي فور تاعنا، شدوا لي طون دو كويسون 15 مينوت، خلوهم بيان يتحمروا باش يجيكم بنانه. فوالا شوفوا هنايا خلوهم بيان يتحمروا، مازالهم سخونين، ما لازمش تمسوهم، خليهم حتى يبردوا بيان سينو يتفتتوا. دوك لي بتي فور تاعي لازم نخليهم يبردوا بيان، باسكو وقت تمسوهم هكذا وما يجيو طريين. خليهم حتى يبردوا بيان ومن بعد نحوهم من البلاطو تاعكم. فوالا لا روسيت دوجوردي لي درناها معاكم، جيسبيغ عجبتكم ما روسيت. ديرو توجور جيم باش يجيكم جديد. الى بروشين.